معانا طبعا عبر زوم عبر مداخله هاتفيه الاستاذه ريهام، عضو مجلس طبعا لاداره سويلم، اداره الاتحاد المصري للقوس والسهم. انا برحب بحضرتك الاول على شاشه اون تايم سبورتس، منورين في اون تايم نيوز. اهلا بيك، صباح الخير، ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. يعني عايزين نطمن على اخر الاستعدادات للبطوله القادمه، يا ريت حضرتك تطمنينا طبعا على اخر الاستعدادات لمنتخبنا الوطني. بص، احنا دلوقتي عندنا بطوله قائمه من امبارح ابتديناها، بطوله الجمهوريه، وهي بطوله الجمهوريه للحافز الرياضي طبعا، علشان ولادنا، يعني احنا حريصين جدا ان هو يكونوا يعني مستنيين موضوع الحافز الرياضي ده، فطبعا لازم يشتركوا في البطوله. فالبطوله دي بتقام على 3 ايام، امبارح والنهارده والجمعه القادمه ان شاء الله. كانت قبل كده بس اتاجلت اسبوع، وبعد كده هي اقمناها من امبارح. يعني فيها عدد كبير من المراحل العمريه السنيه، بتبتدي من 9 سنين وحتى العمومي طبعا، كله المراحل ورا بعض. الحمد لله يعني كل مشترك، ابتديناها بالاجراءات الاحترازيه اللي احنا كلنا حريصين عليها طبعا، ومحدش يدخل الا لما يتم التشخيص عليه، وفي تباعد اجتماعي موجود حتى في اولياء الامور اللي موجودين والجمهور اللي في المدرجات. فالحمد لله البطوله جميله جدا، وكل مبسوط الحمد لله. الجو حلو، لان احنا طبعا قوس والسهم بيبقى الجو ده بيفرق معانا كتير، والشمس طالعه وشويه هوا، بس يعني ده بيديهم خبره اكتر. فالحمد لله احنا يعني البطوله جميله جدا على مدار اليوم الثاني، وان شاء الله نستكملها الجمعه القادمه بالعمومي اللي فيهم مشتركين طبعا مع انديتهم، ولكن مشترك فيهم الابطال بتوع منتخب مصر اللي احنا بيأهلوا نفسهم او بيجهزوا نفسهم للاشتراك في طوكيو ان شاء الله باذن الله السنه دي 2021. ما احنا عايزين يا استاذ ريهام نطمن بقى على اخر الاستعدادات المنتخب طبعا الفتره القادمه لطوكيو 2021، يعني يا ريت حضرتك تطمنينا. هو احنا طبعا احنا الكوتا بتاعتنا احنا ولد وبنت، يعني لاعب ولاعبه، لمصر ليها لاعب ولاعبه يشتركوا في طوكيو. احنا عندنا منتخب طبعا رجال وسيدات بيتدربوا، بيتعمل لهم معسكرات داخليه على طول. لسه هم كانوا منتهين من معسكر داخلي لسه قبل البطوله على طول، في معسكرات خارجيه ان شاء الله باذن الله مع المدير الفني دكتور ماجد محيي. ان شاء الله باذن الله احتمال ان احنا نسافر اذا تمت الموافقه طبعا، عشان انت عارف ان موضوع السفر والاشتراك في البطولات الخارجيه بتبقى ليها يعني شويه سكشنز كده، فايه مستنيين الموافقه بس. اذا تمت الموافقه ان شاء الله ممكن منتخبنا نطلع نروح بطولتين في مارس وفي ابريل، كرواتيا ان شاء الله وانطاليا. بس انطاليا هي جراند بري، فهي يعني انطاليا المفروض لاوروبا بس، فاذا تمت الموافقه ان احنا ممكن نشترك فيها احنا كمان، كنا رحناها قبل كده، فده بيبقى احتكاك جيد جدا جدا لابطالنا قبل طوكيو. اذا ما تمش الموافقه يبقى ممكن نروح كرواتيا فقط، هنروحها ونشترك فيها يعني بطوله ومعسكر، هنعمل الاثنين، يعني نروح معسكر نعمل معسكر شويه نقعد، وبعد كده نشترك في البطوله هناك، وده برده احتكاك جميل جدا لابطالنا. انا عندي 3 بنات يعني موجودين في المعسكر، ندى امل اسماعيل وندى عزام وعندي ميرا، دول الـ3 بنات. وعندي 4 ولاد موجودين في المعسكر، هم يوسف صلبة وعمر بهاء عمرو وشريف عبد البر وشريف اشرف. انا هيتم الاختيار من ضمن 3 بنات بنت، ومن ضمن الـ4 ولاد ولد، ولد وبنت هم اللي هيطلعوا. على اساس ايه هيتم اختيارهم؟ احنا خدنا المكان خلاص، يعني مصر احرزت المكانين الحمد لله. واحنا ابطال افريقيا اصلا وابطال العرب، مصر يعني ابطال العرب وابطال افريقيا، ومستوايا جيد جدا على العالم كتصنيف، ولكن محتاجين ان انا اختار على اساس ايه الولد والبنت؟ على اساس السكور بتاعتهم وعدد النقاط اللي بيحرزوها في كل اشتراك لبطوله هم بيشتركوا فيها، سواء خارجيه او سواء داخليه. اللي هيجيب اكتر واللي هيبقى اعلى واحد فيهم هو ده الولد اللي هيطلع، وهي دي البنت اللي هيتم اختيارها للدخول. وكل ده قدام بعض، يعني كلهم شايفين سكورز سكورات بعضهم يعني، وشايفين عدد النقاط، وطبعا احنا عندنا ليميت معين، فاللي هيعدي الليميت ده واللي هيجيبه هو ده اللي هيشترك ان شاء الله باذن الله في البطوله. ونامل باذن الله ان يكون يعني ان شاء الله التاهيل، ان احنا بنشتغل عليهم من كتير يعني. عندنا حاجه كمان مهمه جدا محتاجه اقولها لك، ان احنا ان شاء الله باذن الله الاتحاد المصري للقوس والسهم خدنا الموافقه كمصر بقى، كمصر نفسها يعني دوله، ان احنا ننظم كاس العالم للقوس والسهم اندور داخل الصالات. داخل الصالات
كنا هنعمله بس قبل الكوفيد، قبل ما تحل علينا كورونا يعني، فهي طبعا عطلت الدنيا خالص. لكن ان شاء الله احنا دلوقتي بنشتغل على القصه دي، ان احنا ناخد بس البرميشن او ناخد الموافقه من الاتحاد الدولي ان احنا نقيمها ان شاء الله باذن الله، مع طبعا يعني الاستيراد والكلام ده كله. اول ما يتم الموافقه وان احنا نقيمها، احنا اوريدي بنشتغل عليها من دلوقتي، وعندنا بنحاول بقى هنبتدي نعمل اللجان تاني. وبعد ما كنا اشتغلنا شويه، طبعا وقفنا شويه عشان الكورونا، لكن ان شاء الله بنشتغل تاني عشان هنقيم ان شاء الله كاس العالم بالتراكي. طبعا دي حاجه حلوه جدا لمصر، وحاجه طبعا حلوه جدا. شيء رائع. هل بقى في يا استاذه ريهام تنسيق ما بين حضرتك وما بين وزاره الشباب والرياضه فيما يخص طوكيو واخر الاستعدادات؟ طبعا. لا، ما كله تحت اشراف الوزاره، وكله احنا مع بعض على طول. وطبعا حتى معسكراتنا، بقول لك احنا مستنيين الموافقه اللي جينا من الوزاره، ان احنا اوريدي خلاص لو قالوا لنا سافروا في كرواتيا او انطاليا هنسافر، احنا مستنيين بس الموافقه. ولكن احنا جاهزين والولاد جاهزين. وطبعا هو الاشتراك في المنتخبات الخارجيه، انت عارف طبعا لاي بطل او لاي لاعب الاحتكاك ده مهم جدا، فلما يتوافر قبل اولمبياد بالتحديد، حتى مش اي بطوله، الموضوع بيفرق تماما. فالتنسيق تام طبعا مع الوزاره على طول 24 ساعه لحد ما ان شاء الله باذن الله ما نسافر طوكيو ان شاء الله يعني. ان شاء الله كل التوفيق الفتره القادمه. استاذه ريهام سويلي، انا بشكر حضرتك ونورتيني في اون تايم نيوز.